السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس البرمجة بلغة الإشارة. في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على مفهومين أساسيين في البرمجة الكائنية التوزيع. المفهوم الأول هو Overloading، ويقصد به اصطلاحا تعدد التعاريف أو زيادة التحميل، طبعا هذه هي ترجمة اصطلاحية. المفهوم الثاني وهو تعدد الأشكال Polymorphism. كلا هذين المفهومين إن شاء الله سوف نتعرف عليهما خلال هذه الحلقة. بدءا دعونا نتساءل، متى نتحدث عن تعدد التعاريف؟ تعدد التعاريف إخواني أخواتي نتحدث عنه عندما تكون إحدى الفئات تتوفر على مجموعة من الوظائف التي تحمي نفس الاسم، لكنها تختلف في البارامترات وأحيانا تختلف في النوع الذي تعيده. طيب لنرى مثالا، ندخل إلى الفيجوال ستوديو ونرى مثالا للبوليمورفيزم. مثلا نأخذ مثلا الفئة convert ونأخذ أي دالة مثلا في string مثلا. حينما أفتح القوس لاحظوا عندي 36 وظيفة تحمل نفس الاسم to string، لكن كيف تختلف؟ تختلف فقط في البارامترات، هنا تستقبل بارامتر نوع منطقي، هنا تستقبل بارامتر من نوع بايت إلى آخره، هنا تستقبل مثلا العديد من البارامترات 36. إذا الوظيفة to string عددت 36 مرة. هذا هو مفهوم تعدد التعاريف overloading أو زيادة التحميل، كلا الترجمتين سليم. هذا فيما يخص تعدد التعاريف. الآن إن شاء الله سوف نقوم بإنشاء مثال لكيفية كيفية إنشاء مجموعة من الوظائف التي تحمي نفس الاسم في الوظيفة الواحدة. المسألة سهلة جدا، ينبغي فقط أن نغير عدد البارامترات أو نوع البارامترات أو نغير نوع الوظيفة، هذا هو الأوفرلودر بكل بساطة. نعتبر مثلا أنه لدينا كلاس employee موظف، هذه الفئة موظف تحتوي مثلا على حقلين، عندنا private int id رقم الموظف، وعندنا مثلا اسم الموظف private name. أيضا يمكننا القيام بعملية overloading حتى على المشيدين على constructors، لقد رأيناها مسبقا لكننا لم نتحدث عنها. مثلا حينما نكتب مثلا المشيد الفارغ public employee ثم مشيد له بارامترات، هذا ايضا يسمى overloading constructors overloading. تعدد تعاريف المشيدات، عندنا مجموعة من المشيدات والمشيد هو في الأصل دالة. أيضا بإمكاننا القيام بتعدد التعاريف بالنسبة للميثودز، بالنسبة للوظائف methods overloading بنفس الطريقة. نكتب مثلا عندنا الإجراء مثلا بالنسبة للموظف مثلا قد يحتوي على وظيفة للبحث عن معلومات هذا الموظف، مثلا search info، هنا نبحث مثلا برقم الموظف int id، وعندنا وظيفة أخرى public وتحمل نفس الاسم search info، لكن هذه المرة نبحث بواسطة الاسم string name. لاحظوا عندي دالتين إجراءين يحملان نفس الاسم search info search info، لكن يختلفان فقط في البارامتر. مثلا بإمكاننا أن ننشئ إجراء آخر يحمل نفس الاسم public void search info بدون بارامترات، هذا أيضا مقبول. يعني لو أتيت إلى الدالة main وقمت بإنشاء كائن من الفئة employee ثم كتبت هذا الكائن dot واخترت مثلا الوظيفة search info سيجلب لي ثلاثة، يعني هذه الوظيفة تم تعدادها ثلاثة
مرات. هذا هو مفهوم الأوفرلودينج. أعتقد ولله الحمد أن الأمر واضح جدا، يلزم فقط التركيز وإعادة التطبيق. هذا فيما يخص الأوفرلودينج. تسمى عملية تعدد التعاريف هذه العملية الأوفرلودينج، هناك من يسميها أيضا بتعدد الأشكال بوليمورفيزم. يعني هنالك من يقول بأن الأوفرلودينج والبوليمورفيزم هما شيء واحد، وإن كان في الأصل الأوفرلودينج هو نوع من أنواع البوليمورفيزم، هذا هو الشائع بين المبرمجين. لكن هنالك من يعني يقول هما أصلا يبنيان على نفس المفهوم، بحيث المفهوم البرمجي بوليمورفيزم يعني أيضا تعريف أكثر من وظيفة بنفس الاسم مع بارامترات مختلفة. هذا تعريف أولي لبوليمورفيزم، ويعرف أيضا بأنه أقصد بوليمورفيزم لأنه يمكننا من التعامل مع الفئات المتوارثة كما لو أنها واحدة. هذا أيضا تعريف للبوليمورفيزم. دعونا نعطي عليه مثالا. قبل ذلك دعوني أعيد هذه الجملة الأخيرة لأنني أعتقد لم تسمعوها جيدا. قلنا بأن البوليمورفيزم يمكننا أيضا من التعامل مع الفئات المتوارثة كما لو أنها فئة واحدة. لنفترض مثلا أن عندي هنا فئة سبور مثلا، كلاس سبورت رياضة، وعندي كلاس تنس ثالث من سبور، رياضة التنس ثالث من الفئة سبور، واضح يا إخواني؟ وعندي هنا مثلا وظيفة معزولة اسمها مثلا ستاتيك بابليك مثلا فويد بابليك ستاتيك إذا نكتب داخل كلاس بابليك ستاتيك فويد نسميها مثلا بلاي. هذه الوظيفة تستقبل بارامترا من نوع سبور هكذا. لاحظوا إخوان، وظيفة بلاي تستقبل كائنا من نوع الفئة سبور. لو أتيت هنا إلى ماين وكتبت بلاي، هنا عندي اختيار، إما أن أعطيها كائنا من نوع الفئة سبور أو من الفئة التي تلف منها يعني تنس هكذا. مثلا تنس تي يساوي يو تنس. لو أتيت وكتبت لي تي هذه مقبولة. لماذا؟ لأن الفئة تنس تلف من الفئة سبورت. هذا أيضا مفهوم للبوليمورفيزم. إذن نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى حصة الأسئلة إن شاء الله، لنطرح مجموعة من الأسئلة التي وردت إجابتها خلال هذا الدرس. عندنا السؤال الأول، متى نحتاج إلى عملية تعدد التعاريف overloading أو زيادة التحليل؟ يعني الترجمة الحرفية لoverloading تعني زيادة التحليل. متى نحتاج إلى هذه العملية؟ السؤال الثاني، كيف نقوم بتعريف أكثر من دالة أو إجراء بنفس الاسم؟ السؤال الثالث والأخير، ماذا نقصد بتعدد الأشكال؟ في الحصة أوردنا له شرحان، الشرح على أساس أنه يضم الأوفرلودين، وشرح على أساس أنه مرتبط بالفئات المتوارثة فيما بينها. يعني أجوبة كل هذه الأسئلة ولله الحمد قمنا بإيرادها خلال هذا الدرس. بإمكانكم العودة إليه من أجل العثور على الأجوبة. نكتفي بهذا القدر، أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.